والآن ليتفضل السيد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بالحديث. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة هذا البيان الشامل الجامع الذي عبرتم فيه عن نبض الشارع المصري كله أؤيد ما جاء به بالكامل، وأقول وأردد كل كلمة يقولها كل مواطن مصري له لا تنازل ولا تهاون ولا تصفية. هذه العبارات الرنانة التي تتكلم أنه لا تنازل عن أرض مصر في شبع في سيناء، ولا تهاون في حق الشعب الفلسطيني الباسل، ولا تصفية لقضيته. أقول للعالم أننا أمام منعطف خطير، وأقول لإسرائيل 75 عاما احتلت الأرض لم تستطيع أن تسن الإرادة الفلسطينية، وأقول لضمير العالم ولعقول العالم أفيقوا أنه لا حل إلا بانفراجة كبيرة، والاحتلال لابد أن يرحل ولابد أن تكون هناك دولة فلسطينية. أقول للشعب المصري الباسل الذي رأيناه امبارح يصول ويقول في كل ميادين مصر تحية مباركة طيبة، هذا هو المعدن. وأقول وأحيي كل قطرة دم أزهقت في سيناء الحبيبة، ونقول أن 105 مليون يستطيعون أن يأتوا إلى سيناء. تحية إلى كل العقول النيرة الواعية التي تعرف الحقيقة وتدافع عن الحق الفلسطيني. وأكرر وأقول كما قال الشاعر: كم بغت علي وغارت دولة وكانت نهايتها انهارت وتلك عقبة التحدي. أقول وأكرر وألح أننا جاهزون، وأحيي قوتنا المسلحة المصرية في كل ما تقوم به، وأحيي السيد الرئيس وأفوضه كأي مواطن مصري أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية القضية الفلسطينية وحكاية كل شبر من أرضنا في سيناء الدولي. وشكرا سيد الرئيس. شكرا.